قال مبعوث الاتحاد الأوروبي لليبيا برناردينو ليون خلال مؤتمر صحفي إن ليبيا أوشكت على المضي قدما بعد تصويت المؤتمر الوطني العام البرلمان بالثقة لرئيس الوزراء الجديد أحمد معيطيق. وقال ليون إن ذلك يعني أن الباب مفتوح للتوصل إلى اتفاق يمكن من خلاله أن تتعاون جميع القوى المختلفة في هذا البلد. ووصف ليون الأزمة في ليبيا بأنها الأسوأ منذ حرب عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، في ظل الصعوبات التي تواجهها الحكومة للسيطرة على كتائب مقاتل المعارضة وميليشيات. والمؤتمر الوطني العام هو برلمان ليبيا، ويقع في قلب صراع بين قوات مناهضة للإسلاميين أعلنت الولاء للواء خليفة حفتر وأحزاب وميليشيات موالية للإسلاميين تعهد اللواء السابق بالقضاء عليها. ولا تزال ليبيا بلا جيش ولا دستور جديد بعد 3 سنوات على الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي، كما أن برلمانها يعاني من خلافات داخلية ومشاحنات سياسية حادة. وكثيرا ما تتقدم الكتائب المتنافسة القوية المؤلفة من المقاتلين السابقين بمطالب للدولة التي ما زالت تعاني بعد الإطاحة بالقذافي، ولهذه الفصائل تحالفات فضفاضة مع قوى سياسية إسلامية وغير إسلامية متنافسة تتصارع من أجل السيطرة والنفوذ. وائل جمال، رويترز.